المهم الإخوان والأخوات، اليوم غادي يكون إن شاء الله عندنا الموضوع ديال الهجرة الأمريكية. أول حاجة إن شاء الله غادي نبداو بها، من الأفضل أنه نبدا بلا ما يبقى يدوز اللايف كي أونجستي غير هكاك. اللي ما شافوش اللايف أون ديريكت غادي تشوفوه إن شاء الله من بعد، غادي يبقى أونجستي في لاباج. أول نقطة غادي نبداو بها إن شاء الله هي القرعة الأمريكية، ابتداء من التسجيل. وشنو غادي يكون وراها ان شاء الله؟ غادي يكون المرحله ديال ما بعد النجاح اللي هي الدي اس 260، اللي كي يجي موراها المرحله ديال ارسال الوثائق بعد ما كيتلقاو الفائزين الايميل ديالهم، والمراحل اللي كتجي حتى هي من بعد، مراحل ديال الفحص الطبي، المراحل ديال ترجمة الوثائق، المراحل ديال المقابلة حتى هي إن شاء الله. كنتمنى الناس اللي كيشوفوا اللايف دابا اللي عنده شي سؤال يحطه، باش يكون إن شاء الله النقاش مفيد، يكون نقاش في المستوى. عندي هنا ديجا أسئلة ديال الناس اللي نجحوا في القرعة كله، علاش كيسول بزاف الناس صيفطوا ليا في الميسنجر. كاين اللي خدام وما عرفش اين قرار يتاخد بالضبط، واش يخلي الخدمة ديالو ويجي هنايا لأمريكا، ولا انه يستمر مثلا في الخدمة ديالو، بخصوص الناس اللي يدفعوا الوظائف ديال الأمن، الناس اللي مثلا في البوليس، ولا الناس اللي باقي الله تقبلوه في البوليس، وكي عندهم واحد الحيرة واش انهم يمشيو ويكملوا في الدومين ديال البوليس، او لا يبداو الاجراءات ديال القرعة باش يجيو لامريكا ان شاء الله. عفاكم، بالنسبة للناس اللي كيشوفوا اللايف دابا، اللي كيعرف يعني ناس اللي خرجت ليهم القرعة الأمريكية، ولا أصدقاء اللي مهتمين، من الأفضل أنهم يبارطاجيو معاهم اللايف باش يدخلوا حتى هما إن شاء الله يستافدوا. اللي عنده أسئلة راه غادي يحطهم لنا في الكومنتات. Tirer des chargeurs. لحد الساعة كاين معانا 8 ديال الناس اللي داخلين هنا. شكرا لك اخي على المجهود، عندهم مشكل مع العنوان. المهم غادي نبداو النقاش حول الموضوع. أول حاجة القرعة الأمريكية، ما هي القرعة الأمريكية؟ بالنسبة للقرعة الأمريكية هي واحد القرعة عشوائية تتم عبر اختيار عشوائي من قبل إدارة الهجرة الأمريكية.
الناس اللي كتكون عندهم بكالوريا او الشهاده كتكون كتسوى 12 سنه، او اللي حتى بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البكالوريا راه حاطين واحد اللينك هنايا راه كيبان في الشاشه اللي مورايا. اللينك اللي هو 1t-online.org. هذا كيشوفوا الناس فيه، الناس اللي عندهم الحق يتسجلوا في القرعة الأمريكية. كاين الناس اللي المهم كيقول لك ان الموضوع هو يشترط ان يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريا على الأقل، وفي حال عدم توفر الشهادة المذكورة يتم قبول المرشحين الحاصلين على تجربة مهنية مدتها سنتان في آخر 5 سنوات التي سبقت تاريخ التسجيل، يعني التسجيل في القرعة في مجال عالي التخصص، شريطة أن تستجيب تجربتهم للمعايير المسطرة من قبل الخارجية الأمريكية. وكما جرت العادة في السنوات الماضية يتم تصنيف التجارب المهنية بالاستعانة بنظام رقمي متوفر على موقع 1t-online.org، حيث تحصل كل التجربة المهنية بعد تحليلها على علامة يجب أن لا تقل عن 7 درجات للمشاركة في قرعة تأشيرة التنوع. المهم راه كاينين الناس ديال البكالوريا، يعني 12 سنة من الدراسة، هما الناس اللي عندهم الحق يتسجلوا في القرعة، أو لا الناس اللي حاصلين على شهادة كتسوى 12 سنة من الدراسة. ما عرفتش أنا بالضبط شنو هو الشهادات في المغرب اللي كتسوى 12 سنة ديال الدراسة، ولكن يقدروا الناس يدخلوا لهذا اللينك 1t-online.org، يقدروا الناس يشوفوا فيه معلومات اكثر. عند بزاف ديال الناس ما عندهمش البكالوريا يقدروا يكون عندهم شواهد اخرى اللي يسمحوا لهم انهم يسجلوا في القرعة الامريكية. شنو عاود تاني عندنا هنا؟ ما بعد مرحلة النجاح. المهم بالنسبة للناس اللي نجحوا هذه السنة، مبروك والف مبروك عليكم ان شاء الله. كنتمنى تدوز الاجراءات كاملة بخير وعلى خير ان شاء الله، وتلتحقوا بالبلد الثاني ديالكم اللي هو أمريكا. الحمد لله كاين هنا بزاف ديال الفرص، الناس كتكون في هذه الفترة مقردة وتالفة بزاف، ما عارفينش واش يجي واش ما يجي، واش كاين اللي ما قادرش يخلي الخدمة ديالو، وكاين اللي كيقول لك والديه مثلا ما قدروش يخليوه انه يمشي، خايفين على المستقبل ديالو هنا، واش غادي يجي هنا ويوقف ان شاء الله على رجليه ويحقق شي نجاح ولو يكون غير نسبي، ولا لا، ولا غادي من بعد يضطر انه يرجع في حالاته. المهم الحمد لله كاين هنا بزاف ديال الفرص للناس اللي عندهم زعماك لغة اللي يقدروا يتأقلموا هنا بسهولة مع المجتمع الأمريكي، ويقدروا زعماك يواكبوا الحياة هنايا. ولا حتى بالنسبة للناس اللي ما عندهمش اللغة نهائيا، يقدر الانسان يجي هنايا، كاين الحمد لله المدرسه فين يقراو حصص ديال الانجليزيه. غالبا هنايا الحصص ديال الانجليزيه ما كيخلصوا عليهم الناس هنايا والو، اي مهاجر جا جديد لامريكا عنده الحق انه يتعلم اللغه الانجليزيه، الا بالنسبه اللي بغى يقرا في الجامعه ولا شي تخصص اللي عالي، هذيك الساعه كتكون تاني هضره اخرى، هذوك الناس كيخلصوا تاني بزاف. المهم بالنسبة للمرحلة اللي كتجي بعد النجاح هي مرحلة DS 260، أغلبية الناس راه كيعرفوها، وكاين بزاف ديال الناس أخرين اللي ما عارفينهاش. DS 260 هي المرحلة الأولى اللي كتجي بعد النجاح ديال القرعة، وضروري ضروري جدا أنه الشخص اللي غادي يعمر DS 260، سواء كان الشخص اللي ناجح في القرعة أو شخص آخر بغى يعمر لك ال دي اس 260، لازم يكون انه ضابط يعني اللغة، وضابط يعني حتى يكون ديجا خدام على داك الدي اس، وعارف شنو الحوايج اللي غادي يعمر فيه، دوك لي كاز اللي خصهم يكورشي، لي كاز اللي خصهم ما يكورشيش. المهم حتى الدي اس 260 راه كيحدد المصير ديالك في المراحل الجاية ديال القرعة، كيكون فيه معلومات خاصة بك، كيكون فيه معلومات خاصة بالباك جراوند ديالك، يعني الباك جراوند
الباك جراوند، شنو كنقولوا الباك جراوند؟ الباك جراوند بحال كنقولوا السيرة ديالك، السيرة ديالك في يعني الحياة ديالك في المغرب، بحال بتقول حسن السيرة ولا شي حاجة بحال هكا. المهم كتحط كتجاوب على جميع الأسئلة اللي كيعطوك في الدي اس. على سبيل المثال، واش فايت لك دخلتي الحبس، واش فايت لك شديتي، واش فايت لك مطحتي في شي مشكل، واش عندك شي. المهم عاد الحوايج اللي تزادوا جداد تقريبا من السنة الماضية ولا تقريبا شي عامين دابا، هادي هي انهم ولاو كيطلبوا الفيسبوك، الحساب ديال الفيسبوك تاع عمرو حتى في الدي اس، والحساب ديال الانستغرام. نصيحة للناس اللي نجحوا هذه السنة إن شاء الله في القرعة، وحتى الناس اللي غادي يتسجلوا من بعد إلى يسر لهم لهم نجحوا في القرعة، ما قبل ما يعمر الإنسان دي اس ويحط الفيسبوك ديالو تماك ولا انستغرام، يحاول الإنسان يدوز على دوك لي بوست ديالو كاملين اللي كنحط في الحائط ديالو أو في الميغ ديال الفيسبوك، ويبدا كينقي في الفيسبوك، يبدا كيفلتري في الباج ديالو في الكونت ديالو. زعما أي بوست كان حاطه متعلق بالإرهاب أو بالحرب أو بالجرائم بحال الاغتصاب، بحال استغلال الأطفال، بحال المهم أي حاجة اللي تقدر تكون مشكوك، يحاول يحيدها الإنسان من الفيسبوك ديالو، لأنهم كيفيريفيوه من خلال الدي اس، لا الفيسبوك ولا الانستغرام ولا حتى أي موقع ديال السوشيال ميديا مسجل فيه وعندك فيه حساب. أي رأي ديالك كتبارطاجيه تماك، فإنهم كيطالعوا عليه ويعرفوا، كيعرفوا من خلاله يعني واحد الجزء من الشخصية ديالك، واحد الجزء من الخلفية ديالك، الآراء السياسية كيعرفوا من خلاله الآراء ديالك السياسية والتوجهات ديالك السياسية، وشنو واش عندك شي علاقات مع الناس. حتى بالنسبة للفرنس ديالك، بالنسبة لليزام يعني الأصدقاء اللي كيكونوا عندك في الفيسبوك، يحاول الانسان اي شخص ما كيعرفوش نهائيا، بالخصوص هنايا كيبداو يسولوا بزاف الا بغيت تدخل لشي خدمه هنا ولا اي حاجه، بالخصوص الخدمه اللي متعلقه مثلا بالقطاع ديال الدفاع، مثلا هنا العسكر البوليس ولا شي حاجه، كيديروا معاك انفستيجيشن، تحقيق، كيفتحوا معاك تحقيق، واش كتعرف، واش عمرك سافرتي مثلا الامارات، السعوديه، قطر، افغانستان، او لا اي دو او لا العراق، كيبداو يسولوك بزاف على هاد الامور. يعني اي صديق عندك براني ما كتعرفوش، صديق مثلا تعرفت عليه غير خلال الفيسبوك، خصوصا دوك الناس الكبار ديال الحياه كيسولوا عليهم بزاف، هنا كيبدا يقول لك واش عندك شي علاقه بهم، واش كتعرفهم وكذا كذا. الانسان لطالما يسر لي الله في هاد الفرصه وغادي يجي ان شاء الله الولايات المتحده، يحاول يتفادى المشاكل كامله. المهم كما قلت لكم الفيسبوك حاول تنقيه مزيان، لا من لي زامي اللي ما كتعرفش نهائيا، خصوص لي زامي اللي قلت لك من هاد الدول، السعودية، الامارات، قطر، افغانستان، العراق، ناس اللي ما كتعرفهمش يعني في المحيط ديالك، معرفة شخصية ما عندك، ما دير بهم، ما زايدينك، ما ناقصينك في حياتك بوالو، زايدين عندك غير في الفيسبوك، يقدروا يجبدوك مشاكل، اللهم تحيدهم عليك. هادشي اللي كاين، تنقي الفيسبوك ديالك مزيان، الناس اللي كتعرف ديجا معاك في المغرب وحتى خارج المغرب اللي كتعرفهم، يعني كتعرفهم معرفة شخصية، ما كاينش فيهم المشكل نهائيا. هذه نقطة ذكرتها لكم على هذا الفيسبوك والانستغرام اللي دابا كيتحط في الدي اس حتى هو. المرحلة اللي كتجي من بعد الدي اس هي الايميل. الايميل اللي كيجيكم في الكونت اللي كتعطيو لإدارة الهجرة، كتكونوا حطيتوا الايميل ديالكم في الوقت اللي تسجلتوا في القرعة، وعلى ما اظن، ما متاكدش ولكن على ما اظن، انه كتقدر تموديفي الايميل في الوقت اللي كتعمر الدي اس، يعني تقدر تحط الايميل ديالك اللي خدام به ديما، هو فين كيجيك الايميل ديال القنصلية باش انك ترسل لهم الوثائق اللي كيطلبوا على حساب الفيزا، كيطلبوا الوثائق الأولية كتكون بدون ترجمة، يعني ما تحتاج لديها لا المترجم لا والو، وثائق عادية فيها عقد الازدياد، فيها السجل العدلي، فيها حسن السيرة، فيها الدبلومات ديالك، بكالوريا، دوغ،
ليسونس، ماستر، دكتوراه، يعني اي دبلوم عندك يقدر يفيدك هنايا. بزاف الناس، بزاف ديال الناس بحال مثلا الدوك، كيقول لك الدوك ما عندي ما ندير به طالما ما كملتش الاجازه. لا بالعكس، يقدر يفيدك هنايا. انايا ما كملتش الاجازه ديالي بحكم الظروف تماك في المغرب، اضطريت انه نخرج ونخدم قبل ما نكمل الاجازه. بقى حاصل لي الدوك ديالي تقريبا شي عامين في لافاك. المهم مشيت تصادعت معاهم تماك شويه وتغاوت معاهم، حيت كيقول لك الدوك ما اغلبيه تماك ديال الجامعات كيقول لك ما كنعطيوش الدوك، كنعطيو غير الناس اللي دافعين لي زانسبكتور اللي عندهم مثلا طلب من وزاره الداخليه انهم يجيبوا ليهم مثلا الدوك، حيت هو الشرط ديال انهم يتسجلوا في بالنسبه لي زانسبكتور. المهم يقدر الانسان يمشي وياخذ، ولا تصادعتي عليه شويه وطلبتي حقك راه ما كاينش اللي غادي يحيدوا لك. خديت الدوك ديالي من تماك من الكليه ديال الاداب في مراكش، مترجمته حتى هو عند المترجم. هذه في المرحله الاخيره، اما كما قلت لكم في المرحله الاولى ديال ارسال الوثائق ما كتحتاجوش لا ترجمه لا والو، كتجيب الوثائق عاديه ولكن تكون وثائق أصلية ماشي كوبيات، ولا كتجيب عقد الازدياد، السجل العدلي، الدبلومات كما قلت لكم، بكالوريا، دوك، ليسونس، ماستر ولا دكتوراه، كاع الدبلومات اللي عندكم تجيبوهم. وكاين نسخة من جواز السفر. النسخة من جواز السفر كتخد النسخة اللي فيها الصورة وفيها المعلومات ديال جواز السفر ديالك، كتسكاني هاد الوثائق كامله وكترسلها في الايميل اللي كيجيك من عندهم هما. بطبيعه الحال في الايميل كتحاول تحط في الفوق، فوق من الوثائق كتحط الاسم ديالك والاسم العائلي ديالك، الاسم الشخصي والعائلي، كتحط تاريخ ديال الازدياد وكتحط الكيز نمبر ديالك. ضروري انه تحط الكيز نمبر ديالك باش كتسهل عليهم انهم يدخلوا مباشره الوثائق ديالك ويعرفوا ديال من بالضبط. حتى بالنسبة للوثائق من الأفضل أنه الوثائق من اللي تسكانيها وتسجلها في الحاسوب عندك في الاسم ديال كل وثيقة، حاول دير الاسم ديال الوثيقة. كتلقى مثلا راه هما كيكونوا عاطينك مثال في الايميل اللي كيصيفطوا لك، كيقول لك على سبيل المثال عقد الازدياد بيرث سيرتيفيكيت بالإنجليزية، كتحط بيرث سيرتيفيكيت كدير قدامها دوت أو نقطة وكدير موراها الاسم ديالك، بيرث سيرتيفيكيت دوت مصطفى رباش على سبيل المثال. البكالوريا حتى هي بحال هكاك، الباسبور، اي حاجه، اي وثيقه، اي وثيقه سجلتيها على شكل بي دي اف في الحاسوب ديالك، تحاول تخزنها بالاسم ديالها نقطه وموراها الاسم الكامل ديالك. هذه بالنسبه للمرحله ديال الوثائق، او لا تقدر تفادى هذا الشيء كامل بالنسبه للناس اللي ما كيخدموش بزاف بالحاسوب، يقدر ياخذهم الشخص اللي كيخدم في الاجراءات ديال القرعه ويصيفط لك الايميل. على سبيل المثال حنا في الوقت اللي نجحنا في القرعه في مراكش وكنا غادي نصيفطوا الوثائق، حنا خلينا الجمعيه ديال الجسر هي اللي تكلفت لنا بكل شيء، هما اللي سكانوا من الوثائق، هما اللي صيفطوهم في الايميل، هما. والحمد لله الناس صراحه اللي كيخدموا معقولين، وراه ما كاينش شي واحد اللي كيغلطوا ليه في اوراقه ولا كلشي الحمد لله كينجح معاهم تما، كلشي الحمد لله كدوز الاجراءات ديالو بخير وعلى خير. هذا فيما يخص بالايميل اللي كيجي مورا الدي اس 260، كتجي مورا المرحله على ما اظن ديال ترجمه الوثائق. كيجي ايميل اخر من بعد المرحله ديال ارسال الوثائق، كتجي ترجمه الوثائق، كيطلبوا منك انه تعاود تصيفط لهم دوك الوثائق اللي صيفطتي في الاول، يكونوا مترجمين. مترجم تقدروا تشوفوا المترجمين المعتمدين من طرف القنصليه، راه كاينين في السيت ديال، على ما اظن كاينين في السيت ديال القنصليه كل دوله والمدينه والمترجمين اللي كيكونوا فيها. كاينين ناس في مراكش، في كازا، في الرباط، فين ما مشيتي راه كاينين المترجمين. الترجمة كتراوح تقريبا بين 50 و 100 درهم للصفحة أو الورقة الوثيقة.
كتشد الوثائق كاملة كترجمهم باستثناء الباسبور. الباسبور ما كيحتاج لا الترجمة لا والو، كتدفعو كما هو. بالنسبة للوثائق، يحاولوا كاع الناس اللي نجحوا في القرعة هذه السنة الوثائق يترجموها وياخذوا نسخ ديالها، ماشي نسخ يعني كنقصد بهم فوتوكوبي عادية، ولكن نسخ من عند المترجم كيكونوا شبيهين لدرجة كبيرة، ويقدر يكونوا يعني هما نفسهم، كيعطيك نفس النسخة اللي غادي تدفع نتايا القنصلية، كيعطيك منها النسخة. النسخة كتكون أرخص من الورقة اللي ترجم لك هو. يحاول الإنسان ما أمكن يجيب معاه نسخ هنا لأمريكا، غادي يحتاجهم بزاف، غادي يحتاجهم لواحد الدرجة كبيرة هنايا، بحال النسخة ديال حسن السيرة، نسخة ديال البكالوريا، ونسخة من الدبلومات الآخرين، وعقد الازدياد. ضروري يكون عندك عقد الازدياد مترجم. اي اداره بتدفع عليها هنايا ولا خدمه ولا شي حاجه، كتطلب لك عقد الازدياد غير في المراحل الاولى ديال الانسان اللي يلاه كيجي. من الافضل انه تجيب معك نسخ مترجمه، تجيب نسخه مترجمه من الباك، من البكالوريا، نسخه مترجمه من الدبلومات الاخرين اللي عندك اللي كانوا متوفرين، نسخه مترجمه من عقد الازدياد، ونسخه مترجمه من حسن السيرة. هادشي اللي كاين. شنو عاود شنو عندنا عاود تاني هنايا؟ كاين المرحلة الأخرى اللي كتجي هي ديال الفحص. القنصلية راه كتحدد لكم الفترة ديال الفحص، كتجي حتى هي في الإيميل، وكتكون في الفيزا بيلتا. الناس امتى كيتلاح واحد الطابلو امتى غادي يكون فيه تواريخ ديال الفحص الطبي، وكتكون مرفقة أيضا بالأسماء وليزادريس ديال الأطباء اللي خصكم توجهوا ليهم وديروا عندهم الفحص، وكيكون فيها أيضا الفترة ديال المواعيد ديال القنصلية. بالنسبة ل بالنسبة للموعد ديال الفحص الطبي، من الافضل انه يمشيو الناس اون جروب باش يخديو الغرض مع بعضياتهم، عند بزاف الناس كيكونوا تالفين في ليزادريس وكذا، ومن الافضل ان الانسان اذا كان عنده مثلا الفحص الطبي في كازا ولا اي مدينه اللي بعيده عليه، يمشي الانسان يشد تماك اوتيل. كاين الاوتيل تماك 60 درهم 70 درهم 100 درهم، يبات الانسان تماك ويفيق في الصباح بكري، يدوش، يختار شي فطور غير خفيف ويمشي للقنصلية. بالنسبة للناس اللي كي يدخنوا، اللي كيدخنوا من غير السجائر، يحاولوا ما امكن داك الصباح ما يكميوش، ما تكونش فيهم لا ريحة لا والو، او لا بالنسبة للتدخين لا بالنسبة للشرب. الانسان يمشي داك الصباح عندهم نقي وكذا، وحتى الوقيته اللي يدوزوا الفحوصات كاملين راه كدوزوا على واحد الطبيب كيسولكم بزاف على المخدرات، واش كتعاطى هذا النوع من المخدرات، واش كتعاطى هذا، واش عمرك جربتي الحشيش. حتى الشخص اذا كان كيكمي الحشيش ولا شي حاجه اخرى، يحاول ما امكن ينكرها، ما كان كميش، ما عمرني جربت، لانه ابسط الاشياء يقدروا يا اما يصيفطوك لاجراء اداري كنت كدير فحوصات اخرين باش يكتشفوا انه راه عندك شي حاجه في الدم ديال المخدرات. هاد اصلا الفحص اللي كتمشي دير ما كيكونش فحص ديال المخدرات، الفحص اللي كطلب منك القنصلية كيكون فحص غير عام على الجسد ديالك، واش مهرس من شي بلاصه، واش عندك شي في دير شي عمليه جراحيه، واش عندك شي مرض مزمن، واش عندك شي مرض معدي، هادشي اللي كيكون. اما الا فات حتى قريتي لهم انه كنت ديجا كتعاطى شي نوع من المخدرات، تقولي على سبيل المثال فايت لي جرب مثلا الحشيش، فايت كميت واحد المره الحشيش ولكن راه سنوات هذه، ما غاديش يعاود معاك الهضره، غادي يعمر لك سور بلاس اجراء اداري، وغادي يعطلك بزاف في الاجراءات الاخرين ديال القرعه. وتصدق انت من الناس الاخرين اللي غادي يدوزوا المقابله، وهذا الشيء اللي عندك الزهر انك تدوز المقابله من بعد ذاك الاجراء الاداري. ذاك الاجراء الاداري هو اللي كيحدد لك المصير ديالك من بعد، واش مورا ما دير فحوصات اخرى تاني على المخدرات، واش غادي يطلعوا نيجاتيف ولا بوزيتيف،
واش غادي تعاود تمشي تدوز المقابلة ولا لا. اللهم الإنسان يتفاداها من الأول، يحاول يجاوب كاع الأسئلة، ماشي غير بالنسبة لكم نتوما كأشخاص اللي غادي ديروا الفحص الطبي تماك، ولكن كيسولكم حتى على العائلة، واش عمك ولا خالك ولا باك ولا الوالدة ديالك ولا أي شخص من العائلة كيبداو يسولك عليه، واش كاين شي واحد فاميلتك مريض مثلا بالسل، واش فايت مثلا شي واحد عندكم داير شي عملية، واش هادي واش هادي واش هادي، واش شي واحد في العائلة فيه السكري، واش المهم العائلة الحمد لله كلها بخير وعلى خير، واخا يكون شي واحد مهرس من دارو ماشي مشكل. اي شخص سولكم عليه من العائلة قول لهم الحمد لله ما عمره دار لا عملية لا والو، بخير وعلى خير. حنت اي حاجة تقدر تقولها في هذيك الفترة راه غادي ترجع ضدك، اللهم كل شيء بخير وعلى خير، انت بخير وعلى خير، ما كتعاني من والو، ما عمرك ما كنيتي والو، ما شربتي والو، ولا حتى بالنسبة للناس اللي من الفاميلة ديالك، عمامك خوالك باك امك كيسولوك عليهم وتقول لهم ما عندهم الحمد لله حتى شي حاجة. بالنسبة للمقابلة، المقابلة يحاولوا الناس ما يفكروش فيها بزاف، حيت أغلبية الناس مجرد أنهم كتخرج لهم القرعة الأمريكية كيدوزوا واحد الفترة ديال 6 ولا 7 شهور وما كيخموا غير في المقابلة. المقابلة راه كدوز بين دقيقة و3 دقائق ماكسيموم، ما كيعطلوكش بزاف، إلا بالنسبة للناس اللي كيكونوا مزوجين جداد من ورا القرعة كيحكروا عليهم شوية في الأسئلة. الشخص اللي يتزوج من ورا القرعة كيشكوا في أنه داير زواج أبيض مارياج بلان، كيكثروا عليهم الأسئلة بزاف. والسنة اللي دوز فيها في 2019 راه بزاف الناس كانوا مزوجين من ورا القرعة، ولكن الحمد لله مقنعوهم بالأجوبة ديالهم وبجوجهم خداو الفيزا وجاو في حالاتهم. الناس اللي مزوجين من الأفضل أنهم ياخذوا معاهم تصاور ديال العرس، تصاور ديال السفر، يعني يجمع واحد الألبوم يكون نيت مشارجين مزيان، كيعرفوا أنه داك الشخص اللي تزوجتي به سواء كان سواء مثلا شخص سواء مثلا واحد السيد غادي يجيب معاه المدام ديالو، ولا واحد السيدة بتجيب معاها راجلها لأمريكا وتزوجهم من ورا القرعة الأمريكية، يحاولوا ما أمكن يجيبوا لهم دلائل أنهم كانوا كيعرفوا بعضياتهم من قبل من القرعة الأمريكية، بحال تصاور ديال السفر، تصاور عائلية، تصاور ديال يوم الزفاف، يوم العرس. كاين حتى المحادثات ديال الفيسبوك والواتساب، الناس اللي كانوا دوزوا معايا كانوا جابوا تصاور العرس وجابوا ألبوم آخر عامر غير بدوك لي سكرين شوت مطبوعين على شكل تصاور ديال الفيسبوك، محادثات ديال الفيسبوك مع السيدة اللي مزوج بها، قالوا له شنو هو السبب اللي خلاك ما تتزوج بهذا الإنسان، يعني حتى الوقت اللي خرجت القرعة علاش ما تزوجوش من قبل من القرعة. قال لي ما بدي، راه المصاريف في المغرب صعيبة بزاف، ولو اننا خدامين بجوج وما قدرناش لحد الان اننا نوفروا مثلا واحد البيت نتزوجوا فيه ونجمعوا فيه، وعندنا مصاريف ديال الوالدين وكذا كذا، ولكن راه كنا كنعرفوا بعضياتنا سنوات هذه، يعني من 2012 والفاميلا ديالي كتمشي عند الفاميلا ديالهم، يعني كيعرفوا بعضياتهم. كتسولوا السيدة القنصل كتقول له واش عندك شي دليل على هذا الشيء كمحادثة ولا شي حاجة، كيعطيها الألبوم فيه الصور ديال المحادثات اللي كانوا دايزين بيناتهم، مع العلم أنه المحادثات راه كيكون فيهم كل ميساج كتصيفط راه كيكون من تحت الساعة والتاريخ امتى تصيفط، يعني كيعرفوا أنهم راه كانوا هذاك الكوبل كيعرفوا بعضياتهم من قبل. صافي كاع الناس اللي دازو مزوجين هذيك الفتره ودوزوا معايا المقابله في القنصليه خداو الفيزا ديالهم بدون حتى اي مشكل، هما تقريبا دوزوا في المقابله 3 دقائق، انا الوقت اللي دوزت المقابله دوزتها غير بوحدي، حتى اصلا جيت هنا غير بوحدي، دوزت المقابله تقريبا في دقيقه. ما تخموش بالنسبه للمقابلات راه ما كيسولوش شي اسئله اللي زعماك مستحيل انك تجاوب عليها، داك الشيء غير بسيط، ويحاول ما امكن الانسان يختصر في السؤال، ما يكترش بزاف، شحال ما كترتي عليك في السؤال كتبدا كطيح راسك في الاحراج وفي اسئله اخرين. الاسئله اللي كيسولوا غالبا كيقول لك امتى شديتي الباك، الجواب كيكون كالتالي، ماشي كيسولك امتى شديتي الباك كتقول ليه انا شديت الباك في 2012 مثلا، كيقول لك امتى شديتي الباك كتقول ليه في 2012،
اختصار. شنو عاود تاني كيسولو؟ كيقولك شنو كدير في حياتك؟ What are you doing for living؟ What do you do for living؟ يعني شنو كدير باش كتعيش؟ فاش خدام؟ كتختصر كتقول لهم خدام مثلا في الصناعة، خدام في السياحة، خدام في هذه، خدام في هذه، خدام في شي بيرو، خدام، يعني أي خدمة كتجاوب سير بلاص باختصار، ما كتعطلش راسك وما كتعطلش القنصل، حتى هو عنده خدمة وعنده بزاف الناس غادي يدوزو موراك، ما غاديش يعطيك الوقت بزاف والخاطر بزاف، يعطيك دقيقة ديالك ولا جوج تجاوبو باختصار باش تكمل الأسئلة وتمشي في حالاتك. كيسولوك تاني على المستضيف، المستضيف كيسولو على العلاقة ديالك بيه، كيقول لك هذا المستضيف فين كتعرفو. على سبيل المثال في الوقيته اللي خديت انا لادريس، خديت من عند واحد السيد الله يكثر خيره، كنت تعرفت عليه غير في الفيسبوك، هو ولد كازا، ولد خريبكا. سولني القنصل ديك الساعه قال لي فين كتعرف المستضيف ديالك، قلت لهم تعرفت عليه غير في الفيسبوك، ولكن راه واحد 9 شهور هذه من الوقيته اللي خرجت لي القرعه حتى لدابا راه دوزت كنهضر انا وياه، ودابا ولات بيناتنا واحد العلاقه ديال الصداقه، وغادي نمشي عنده ان شاء الله. السؤال التالي اللي كانوا سولوني كيقول لك اشنو باغي دير في امريكا. انت حاول تعطيهم شي عذر اللي كيبان يعني منطقي، غالبا نخدم وبغيت نقرا، غالبا كيقول لك فاش بغيت نخدم وفاش بغيت نقرا، كتقول لهم مثلا بنكمل قرايتي في الدومين الفلان فلاني، بنكمل قرايتي مثلا في الانجليش ليتيريتشر، بنكملها مثلا في الماتيماتيكس، في الفيزيكس، في هذه في هذه. المهم كتقول لي مثلا ناوي ان شاء الله نمشي تماك ونقرا في الجامعه. كيعرفوك واحد الشخص متحمس للحياه الامريكيه، واحد الشخص ايجابي، غادي تمشي وغدير شي حاجه، ما غاديش باش تنعس وتعول على الاعانات ديال الدوله. كيسولك تاني على الخدمه، فاش كتفكر بتخدم تما كتقول لي مثلا اللي على بالك راه ما كاينش الاشكال، هنا الخدمه الحمد لله متوفره وفي لي دومين كاملين، يعني اي دومين قلتي لي غادي نخدم فيه ما كيسولكش لا علاش ولا حتى شي سؤال اخر. صافي كيسولوا واحد 4 ولا 5 الاسئله كتجاوب عليهم، كيعطوك واحد الريسو اخضر، كيقول لك مبروك عليك الفيزا، كونغراتوليشنز. صافي هذيك هي المرحله النهائيه اللي كتبقى لك تقريبا واحد 10 ايام 15 يوم باش ترجع لارامكس، هادشي من بعد ما كتسجل في الموقع ديال ارامكس، وكتمشي تجيب الباسبور ديالك مطبوعه فيه الفيزا الامريكيه. هادو هما المراحل كاملين اللي كيدوزوا في القرعه الامريكيه. دابا الناس اللي داخلين كنتمنى شي واحد يكومونتي ولا يحط شي تساؤل باش نعرفوا الناس اللي عندهم شي اسئله ولا شي حاجه. كاين عاوتاني الناس اللي سولوني بزاف في الفيسبوك على العنوان في امريكا، على الادريس، كيقول لك انا خرجت لي القرعه وجاي جديد لامريكا وخصاني الادريس. كاين الناس اخرين عاوتاني كيسولوا على الادريس ولكن ماشي ليهم هما، الناس اخرين اللي نجحوا في القرعه، كيجي واحد الشخص كيصيفط لك في الميسنجر كيقول لك السلام عليكم، اخيرا شفت بلي انك لحقتي واحد البوست وكذا انك عايش في امريكا، واش ممكن تعطيني سميتك وكنيتك والادريس ديالك؟ راه واحد بنت عمتي ولا واحد بنت خالي ولا واحد الصديق ديالي خرجت ليه القرعه. نصيحه مني للناس اللي نجحوا في القرعه اللي خصاتو الادريس، كونتاكتي داك السيد مباشره، ما ترسلش بينك وبينه وسائط، حيت داكشي كيدير غير المشاكل والشك. الاغلبيه ديال الناس في هذه الفتره كيستغلوا لي زادريس كيبيعوهم. كي كونتاكتيك واحد السيد ما كتعرفك ما كتع... ما كي... ما كيعرفك ما كتعرفو، كيقول لك اعطيني الادريس ديالك، راه نجحت انا في القرعه وهو مثلا ما نجحش فيها، او لا بغيتها لخويا ولا لواحد الصديق او لواحد الاخت، كتنوض انت تعطيه الادريس كيمشي هو كيبدا يكونتاكتي الناس اللي نجحوا في القرعه، راه عندي واحد لادريس واجده لابد تمشي عند السيد وكذا، راه يستقبلك وكذا، وجلس عنده واحد الشهر بين ما قلبتي على الخدمه وبين ما وصلك اوراقك، ولكن راه بندير معاك واحد 5000 درهم، تعطيني واحد 5000 درهم ولا واحد 2000 درهم ونعطيك لادريس فين غتمشي. لادريس ما كتباع ما كتشرى اصلا، هذه مساله غير قانونيه انها تدار، لذلك فكنصح الناس اللي نجحوا في القرعه يحاولوا ما امكن يكونتاكتيو شخصيا بلا ما يرسلوا حتى شي وسائط بيناتهم، وياخذوا ديك الساعه لادريس.
الكونت فيسبوك اللي كتبغي تسول به الناس، ما تحاولش تبقى كتسول الناس انت محتاج لادريس ومكونتاكتي اصلا بواحد الكونت ما فيه لا سميتك لا كنيتك. كتكون مثلا شي واحد داير فيسبوك وداير فيه شي تصويره من غير تصويرته، راه ما يمكنش شي واحد يثق فيك ويعطيك لادريس ديالو. بخصوص هنايا لي زادريس والسميه والكنيه، راه شي حاجه اللي كونفيدونسيال بزاف، شي حاجه اللي خصوصيه ما تقدرش تعطيها لاي شخص. ما غاديش يقدر واحد الشخص يثق فيك ويعطيك لادريس وانت اصلا ما عاطيه والو على حياتك، ما عاطيه لا سميتك لا كنيتك ولا الصوره ديالك. الفيسبوك ديالك حاول ما امكن دير فيه الصوره الشخصيه ديالك تكون واضحه، دير سميتك وكنيتك. راح تعلق بالكونسوليه، الا كتفكروا ذكرت لكم في النقطه الاولى ديال الدي اس انه كتحطوا الفيسبوك والانستغرام. الفيسبوك حاول دير فيه سميتك الحقيقيه، السميه والكنيه ديالك الحقيقيه مكتوبه بالطريقه الصحيحه وتكون مكتوبه بحروف انجليزيه. هادشي اللي كاين باش حتى داك الشخص اللي كتبغي تكونتاكتيه كيعرف راسو مع من كيهضر. واي شخص هضرتي معاه وبقيتي من عنده لادريس راه ضروري غادي يسولك على الكيز نمبر ديالك. ما يمكنش هو يعطي مثلا لادريس ديالو وسميتو وكنيتو لواحد الشخص اللي ما عارفوش واش ناجح فعلا في القرعه، او لا بغى لادريس لشي شخص اخر، ولا شي واحد بغى غير يدخل ينصب وصافي. من الافضل سميتك وكنيتك والصوره ديالك يكونوا في الفيسبوك. هذه نصيحه للناس اللي كيبغيو لي زادريس. لحد الان حتى واحد ما كومونتا، حتى واحد ما عطانا شي سؤال. غادي نرجع غير الاسئله ديال الناس اللي صيفطوا ليا في الانستغرام، الناس اللي كيكونوا خدامين في مثلا مع البوليس او اي خدمه مع الدوله في التعليم على سبيل المثال، او لاي قطاع من حتى من القطاعات الخصوصيه، وكيقول لك اخويا راه خرجت لي القرعه الامريكيه ودابا راني حاير ما عرفت واش نمشي ولا نبقى، اما احسن ليا واش الخدمه ديالي مثلا في البوليس، ولا مثلا استاذ كيقول لك احسن واش الخدمه ديالي كاستاذ هنايا ولا نمشي تماك، غادي نبقى غير ممطر في الميريكان ومثلا ما عنديش اللغه وغادي نتكرفس بزاف وما عارف ما ندير تماك، شوف واش حياتي غتستقر تماك ونجح ولا ما غندير والو ونرجع في حالاتي. نصيحه مني الانسان الا كان شي واحد اللي هذا الانسان اللي طموح في حياته بغى يخدم وبغى يقرا وبغى يدير بزاف الحوايج، فامريكا كما كنقولوا هي بلاد الاحلام. بلاد الاحلام ما كتعنيش الجنه، ما جايش هنايا يعني على اساس انه الجنه داكشي اللي كتشوف في الافلام. جاي مثلا لامريكا باغي تعيش فيلم امريكي، ولا باغي تعيش ديك الحياه ديال لوكس من الاول. نصيحه مني الناس اللي بغى يجوا لامريكا يحاولوا اول حاجه يقراو يديروا واحد البحث غير بسيط على امريكا، الولايات اللي فيها الخدمه بزاف، الولايات اللي فيها الكرا مرخوف شويه في الثمن، اللي فيها المصاريف مرخوفه في الثمن، الطاكس. يعني هاد الحوايج ضروريين خصك تعرفهم، خصك تعرف الطاكس ديال الولايه، خصك تعرف شحال المينيموم ويج اللي كنقولوا حنا بالعربيه الحد الادنى للاجور. هنا كيكون بالساعه ماشي الصالير، لا بالشهر ولا بالكنزة، كيكون هنايا الصالير بالساعة. المينيموم ويج خصك تقلب عليه ما أمكن، تشوف الولاية بشحال كتخلص للساعة، وتشوف الطاكس شحال كتخلص فيها، وتشوف العمل واش موجود. والكرة حاجة اللي ضرورية، ما يمكنش تخدم في واحد الولاية كتخلص فيها ب 14 ولا 15 دولار وانت كاري على سبيل المثال مثلا واحد البلاصة ساكن فيها كاريها مثلا ب 1000 ولا 1200 ولا 1400 دولار، زيادة على المصاريف ديال الماكلة وماكلتك شرابك حوايجك لو ترونسبور ديالك، راه ما غادي تشيط والو، تقدر ما تكفيكش. 15 دولار في الساعة تقدر ما تكفيكش في الشهر إلا كنتي في واحد الولاية اللي كاري فيها بزاف، ومعروف أنه البلاصة اللي كيكون فيها الكرا غالي بزاف راه حتى المصاريف الأخرى غادي تكون غالية بزاف، لا لو ترونسبور لا ليسونس بالنسبه للناس اللي جايين معولين يشريو الطوموبيل ويخدموا بها من الاول، لا مصاريف ديال الاكل، لا بزاف بزاف ديال المصاريف. بزاف الناس كيجيو وكيجيب داك الحلم الامريكي انه غادي يعيش، بغى يعيش في نيويورك، بغى يعيش في شيكاغو، بغى يعيش في مثلا في لوس انجلوس، بغى يعيش في واحد البلاصه اللي لوكس الحياه فيها اللي غاليه بزاف. ما يمكنش
الانسان لطالما انه جاي لامريكا باش يخدم وباش يجمع شويه الفلوس، يحاول يقلب على واحد الولايه اللي رخيصه في الكرا، رخيصه في المصاريف الماكله، ومرخوفه في يعني في المصاريف كامله، وتكون كتخلص شويه مزيان. راه من الافضل انه تخدم في واحد الولايه ب 10 ولا ب 12 دولار، وتكون كاري ب 600 ولا 700 دولار للشهر، وكتصرف مثلا واحد ال 400 500 دولار على الماكلة، وكتشيط يعني تقريبا واحد كتشيط واحد 40 50% من الصالير، على انك تمشي تخدم ب 17 ولا ب 18 دولار في واحد الولاية اللي كاري فيها انت لابارتمون ب 1000 ولا ب 1400 دولار، وكيخصك الماكلة 700 800 دولار، ولو ترونسبور حتى هو تيدي مصاريف، يعني راه ما تشيط ما تزطش راسك في بلاصة اللي ليكس. من الافضل الناس يقلبوا على ولايات رخاص في الكرا، رخاص في المصاريف، وكيخلصوا شوية مزيان. هادشي اللي كاين. الناس اللي في الوظيفة العمومية، الناس اللي في البوليس ولا في التعليم، كيقول لك واش نجي ولا ما نجيش. انا صراحة كنشوف الخدمة في المغرب عندنا في الخصوص في البوليس ما خدمة ما صدع مص. نقولها لكم من الاخر، الخدمة في وزارة الداخلية بالضبط في المغرب ما خدمة ما صدع مص. غتخدم تحت الصباط ب 5000 درهم، 5000 درهم ما دايرها لك والو، خصوص في المدن الكبار مراكش كازا. مازال الانسان اللي عايش مثلا في غير في النواحي في الضواحي ديال المدينة ولا شي حاجة، راه كيكون مثلا ساكن مع دارهم وكذا، ديك 5000 درهم تقدر تكفيه يعني غير المصاريف، ما كنقولوش تقدر دير لي مستقبل، تقدر غير تكفيه المصاريف، عايش وصافي. كيعطيك مثلا 5000 درهم باش تبقى حي، كتاكل وتشرب باش تبقى حي، باش ترجع باش تخدم تاني عندهم. نصيحة مني الناس اللي شتي، حتى الشخص اللي خدام حتى ب 10000 درهم في المغرب، الا جاتك الفرصة ديال امريكا بلا ما تفكر، خلي اخويا كل شيء يجي هنايا. هذا الشيء الا كنتي كدمر، لا كنتي دمار وما كتشكاش، كنتي دمار وكتضرب تمارة وكتخدم وكنتي واحد الانسان اللي طموح كيفكر في المستقبل، راه امريكا هي المكان المناسب ليك. ما كنقولكش امريكا جنة، ولكن خصك تجي وتخدم، جي خدم اضرب تمارة بحالك بحال الناس، والحمد لله راه ما يجي فين يدور واحد العام ولا عامين حتى كتلقى بعدا، كتلقى راسك مستقر طونوبيلتك بدارك، ما كنقولكش دارك شاريها، ولكن على الاقل كاري في واحد البلاصه نقيه زوينه، خدام مزيان، كتخلص مزيان، تقدر تخدم هنايا حتى لجوج الخدامي ثلاثه الخدامي على حساب انت والقدره ديالك. تقدر دير يعني حتى مستقبلا تقدر دير واحد البروجي، ممكن تبدا بواحد البروجي اللي صغير. الحمد لله هنا الفرص مفتوحه بزاف، وما كاينش فرق بينك وبين الناس الاخرين. خلوني من الخطابات ديال الناس اللي كتلقى في الكومنتيرات ديال العنصرية وكذا، الحمد لله راه ما كاين لا عنصرية لا والو، قليل فين تلقى شي شخص عنصري معاك ولا. حتى هنايا نقدر نقول لكم اسهل حاجة باش تمشي بها الحبس وتصيد راسك في بركة ديال الحبس ولا انك ترجع لبلادك، هي العنصرية. مجرد ما دير العنصرية مع شي شخص، عول على راسك ترجع في حالاتك ولا تمشي فيها للحبس. العنصرية الحمد لله ما كيناش، لا في الشوارع اللي كتلاقى فيهم مع الناس، لا في لي سوبر مارشي اللي كتقدم منهم، لا في البلاصه اللي خدام فيها. الحمد لله ما تقدرش ما غاديش تلاقى مع ناس عنصريين، وحتى لا كان شي شخص عنصري راه غادي يكبد ديك العنصريه ديالو في الداخل ديالو، بحكم انه عارف العواقب ديالها غترجع عليه بعواقب وخيمه جدا. شنو عاود تاني؟ هنا الحمد لله كاين الامور ميسره، لا في قضاء الاغراض الاداريه. جيتي بغيت تصاوب وريقاتك هنايا ما كاينش اشكال، اصلا ملي كتجيو هنايا راه غير واحد 20 يوم تقريبا، 25 يوم كيوصلك السوشيال، ومن بعدها تقريبا واحد 10 يوم كيوصلك الجرين كارد، بطاقه الاقامه الدائمه كتكون فيها 10 سنين. كتوصل غالبا في البطاقة الخضراء، كتوصل غالبا في شهر، في 40 حتى 45 يوم ماكسيموم، والسوشيال كيوصل مقبل منها 20 25 يوم. السوشيال هو اللي كيسمح لكم باش تخدموا اي خدمة بتدفع عليها، راه كيخصك لها السوشيال ضروري، الا بعد الخدامين اللي كيكونوا مثلا شركات صغار، ولا مثلا
او مثلا مشاريع اللي صغيره هنا، مشروع ديال ريستورون ولا ديال كافيه ولا ديال المهم بلاصه ديال الماكله عموما، ولا شي بلاصه اللي فيها الانتاج قليل تقدر تخدم فيها في الاول بالكاش. يعني يعني كتخدم تقريبا شبه غير قانوني، كتخدم في الاول غير بالكاش، بين ما وصلك السوشيال ديالك الساعه كتدفع بيه وكتولي كتخلص بالفيرمون بونكير. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. كنظن اننا سالينا اللايف، اللي عنده اسئله يحطهم يكومونتو بهم على اللايف، لانه غادي يبقى اونروجيستري هنايا في لاباج. كنتمنى انه تبارطاجيو هذا اللايف ويكون مفيد بالنسبه للناس اللي نجحوا في القرعه وجايين ان شاء الله لامريكا، واللي عنده اي سؤال بالنسبه للقرعه الامريكيه، ولا شي سؤال على الخدمه هنا، ولا بزاف ديال الحوايج، مرحبا على الراس والعين. تقدروا تخليوا لي ميساج في الصفحه، راه كاين داك لو بوطون ديال انفاي ميساج ولا سيند ميساج، هات كليكيو عليه غتدخلوا لابواط ديال لاباج، ماشي الحساب الشخصي ديالي، حيت الحساب الشخصي الحساب الشخصي ديالي راه كيكون شويه عامر بالميساجات. من الافضل باش نبقى نفلتري نعرف الناس اللي مكونتاكتيني على حساب القرعه وعلى حساب امريكا عموما، ونقدر نفلتري الناس اللي مكونتاكتيني في الحساب الشخصي ديالي، انه راه محتاجين شي حاجه اللي الناس اللي كنعرف، فاميلا الاصدقاء. كنت واحد النقطة نسيتها، كنت لحقت واحد البوست على الارمي ناشيونال غارد، كنت لحقتها في واحد الباج، وبزاف ديال الناس كيكومونتيو. كاين اللي كيسول مهتم انه يتسجل في ناشيونال غارد، يعني غير كمعلومة، ناشيونال غارد راه ما كنهضرش انا على الناس اللي كاينين في المغرب. واحد في المغرب كيسمع راه تسجل في العسكر، كيقول انه راه غتسجل في العسكر، كيقول راه غادي تسجل من المغرب ويصيفطوا ليا. لا، راه كنهضرنا على الناس اللي عايشين هنا في امريكا، خاص ضروري تكون عندك الجنسيه الامريكيه او اللي تكون عندك البطاقه الدائمه الجرين كارد، يعني خاص تكون قانوني هنا في امريكا، تكون ليغال. الا كنت عايش هنا في امريكا ومهتم بالدومين ديال ناشيونال ارمي جارد، راه واحد الدومين صراحة اللي زوين بزاف، تقدر تختصر ديك ال5 سنين كاملة باش تدفع الجنسية، تقدر تختصرها انت غير في عام. الناشونال غارد كيعطيوك العسكر عموما، ماشي غير الناشونال غارد، كيعطيو الجنسية خلال سنة، بحكم انك كتخدم البلاد راه كيعطوك الجنسية خلال سنة، ما كتسناش 5 سنين، زيادة على الامتيازات، البينيفيتس، الامتيازات لا ديال الكريدي بالنسبه للناس اللي كيفكروا يشريو الدار. الكريدي راه غالبا كيكون بدون فوائد، عاد هما تيخلصوا تقريبا واحد النسبه، واش 20 ولا 30%، ما متاكدش. المهم هما على حسب ما قالوا لي كيخلصوا واحد النسبه. المهم كنهضر لكم انا من التجربه الشخصيه، ما كنهضرش على اساس انه شي واحد خدام في الارمي هو اللي قال لي، ولا ديجا راه دفعت انا، غندير معاهم الخدمه ان شاء الله عما قريب. وهما كيوصيك ويقول لك الا كتعرف ناس صحابك من الفاميليا ديالك ولا اي شخص انا عايش في امريكا، غير الشرط واخا تكون قانوني عندك الجنسيه وعندك عندك الجنسيه وعندك او لا عندك الجرين كارد، يعني واخا تكون قانوني خصك على الاقل تكون كتهضر بالانجليزيه. الانجليزيه ضروريه حيت كدوز واحد الامتحان فيه تقريبا واحد 150 سؤال، هما راه كيعطيوك فاش تبريباري في الاول، كيعطيوك واحد البي دي اف فيه معلومات على داك تقريبا داكشي اللي قريتي في الثانويه، كتلقى الوورد نوليدج، يعني بحال قلتي علوم اللغه في الانجليزيه، الباراجراف كومبريانشن كيكون فيه الفيزيكس، داكشي بسيط، ماشي زعما الفيزيكس ديال صحاب الفيزيك، بحال قلتي العلوم ديال الاداب. كتلقى فيه الفيزيكس، ماثيماتيكس، اريثميتيك،
ريزونين بحال قلتي الحل ديال المعادلات او اي ماشي المعادلات، الحل ديال المسائل. كتلقى المعادلات من الدرجة الثانية، كتلقى داكشي بسيط، كتلقى الميكانيكس، كتلقى الشوبين. الشوبين بالنسبة للناس ديال الميكانيكس، الشوبين ديال السيارات، خصك عندك واحد المعرفة، واخا تكون غير قليلة، معرفة بالأجزاء ديال السيارات، بالموتور ديال السيارة، بهذه بهذه، باش وقت اللي كتكون خدام معاهم وكيعطوك شي حاجة تتقدها كتكون عارف شنو غادي بتقدها مثلا الميكانيك ديالهم ولا. المهم كتدوس بزاف ديال المواد، يعني على الأقل خصك تكون كتهضر باللغة الإنجليزية. إلا ما كتهضرش باللغة الإنجليزية بلا ما تضيع وقتك وتدفع عليهم، لأنه ولو تلقى شي طريقة كما كانت باش تنجح في الامتحان ولا، تقدر يعني حتى تخدم مع مرأة تلقى واحد الصعوبة اللي كبيرة باش تفهم الأوردرز ديالهم، وباش تكون كتواصل يعني مع الناس اللي خدامين معاك، الناس اللي كبر منك في الكراد، الناس اللي هادشي اللي كاين. نرجع لكم للامتيازات اللي فيها، قلت لكم كتاخذوا الجنسية من بعد سنة. الكريدي ديال الدار حتى هو كيعاونك تاخذ الكريدي ديال الدار، كيكون بدون فوائد، وكيخلصوا لك فيه واحد البورسنتاج ديال 20 30%. السيارة حتى هي، لان شي شخص كيفكر انه يبدل طوموبيلته ولا بيشري طوموبيل ولا شي حاجة، المهم هما عموما كيتعاونوا بزاف. لي كريدي كيتعاونوا فيهم بزاف. عاد الامتيازات اللي كاينين في اللي غادي تقدر تلقى في حياتك اليومية، عندك مثلا البطاقة ديال لارمي، راه أي حاجة بتخلصها بمجرد أنه كيعرفوك من لارمي راه كيحيدوا لك 10 15%، لا في المحلات ديال الحوايج، لا في المحلات ديال الهواتف، لا في الفاكتورة ديال التليفون ولا ديال الويفي، لا في لاسيورونس اللي كتخلص على الطوموبيل، لا في الفاكتورة ديال اي حاجه سميتها فاكتوره بتخلصها ملي كتكون نتايا في الخدمه ديال العسكر وعندك البطاقه ديال الارمي. دائما كتكون محيد لك واحد 10 15 حتى 20% من الثمن اللي غتخلص. يعني صراحه في الامتيازات بزاف. الامتياز الاخر اللي كيهم الناس اللي بغاو يقراو هنايا، القرايه في امريكا معروف بانها غاليه بزاف. يعني تقدر تكون باغي دير واحد ديبلوم مثلا في الجامعة، ديبلوم فيه 3 سنين، 3 سنين ولا عامين، غالبا كتكون 3 سنين في الجامعة، كتلقى الخلاص ديال كل عام كتقدر تلقاه بين، على حسب الجامعة. هنا الأغلبية ديال الجامعات غالية، يعني أرخص جامعة تقدر تلقاهم ب 10,000 دولار العام، ما عدا نيويورك على ما أظن هي اللي فيها الجامعة بوحدها فابور. اما كاع بقية الولايات الأمريكية فيهم الجامعات كتخلصهم سنويا، أقلهم كتكون 10,000 دولار، الجامعة العيانة 10,000 دولار، كاينة 50 60 30 50 حتى 60,000 دولار في العام. يعني مثلا واحد 3 سنين ديال القراية غادي تطلع لك 150,000 دولار، بحال قلتي واحد 150 مليون، 150 مليون مغربية في 3 سنين، 150 مليون سنتيم مغربية. كتكون في الارميرا كيخلصوا لك الدراسة كاملة 100%، ماشي كيخلصوا لك غير لو بورسونتاج، كيقول لك إذا كنتي معانا راه غادي نخلصوا لك 10% ولا 30% ولا، لا هما كيخلصوا لك 100% من المصاريف ديال الجامعة، بشرط أنه ما تغيبش على الحصص ديالك في الجامعة، وتكون إنسان مجتهد، تكون كتجيب نقاط زوينين باش يبقاو كيخلصوا لك لي سوميستر اللي كتقرا فيهم. بمجرد انه ما يشوفوك انسان متكاسل وما كتكملش وما كتحضرش، غادي يحرموك من المنحه الجامعيه. هذا فيما يخص الجامعه. شنو كاين عاود تاني؟ كاين الجنسيه، كاين الكريدي، كاين المنحه الجامعيه، شنو اخر على ما اظن هادشي اللي كاين. هاد الامتيازات اللي قلت لكم بالنسبه للحياه اليوميه، اي حاجه بغيت تمشي تقداها راه كتحط لهم الكارت ديال الميليتير، كيحيدوا لك 15 20% 10 15 حتى 20% اللي كيحيدوا لك من اي حاجه بغيت تقداها، سواء كانت طوموبيل سواء كانت تليفون سواء. وراهم كيعطيوك واحد الليست ديال الشركات اللي كيتعاونوا معاهم اللي كيديروا هاد الروميز، لا
لا ما كيتسماش ريدكسيون، التخفيض، هما تيعطيوك ليست ديال الشركات. كتلقى مثلا عندهم شركة بالنسبة للسيارات، كتلقى مثلا عندهم بي ام دبليو، كتلقى عندهم الاودي، كتلقى عندهم الجيب. المهم هما كيعطيوك واحد ليست ديال الشركات السيارات اللي كيتعاملوا معاهم، يعني تقدر تمشي وتشري طوموبيله من تماك ويحيدوا لك منها واحد 10% او لك يحيدوا لك 500 دولار 1000 دولار على حسب. تيعطوك ثاني المهم اللي استفيها ثاني بالنسبة الهواتف، كنتعاملوا مثلا مع سامسونج، كنتعاملوا مثلا مع ابل، يعني تقدر تاخذ شي برودوي على سبيل المثال من ابل، سواء كان بي سي سواء كان تليفون سواء كان اللي كان، راه تيحيدوا لك منه 10%. وبالنسبة حتى للبي سيات، الناس اللي بتاخد بي سي بتاخد تليفون بتاخد اي حاجه يعني ديال الاستعمال الشخصي، راه كيحيد لك منها البورسونتاج. المهم حتى بالنسبه للناس اللي دابا كاين جوج لي كاتيجوري، كاين الناس اللي مهتمين بالقرعه الامريكيه وعندهم تساؤلات على على الدي اس، على الاجراءات يعني كاملين ديال القرعه، على الادريس، يقدروا يراسلوني في هاد لاباج نيت. والناس ايضا اللي عايشين هنا في امريكا ولا حتى اللي جايين من القرعه ومهتمين انهم يدخلوا الارمي ويستافدوا من المنحه الجامعيه ويستافدوا من هاد الامتيازات اللي كيكونوا في الارمي، راه نقدر يعني نريفيريهم، يعني نقدر نريفيريهم من هنايا، واللي محتاجين اي معلومه يراسلوني. هذا بخصوص اليوم. اللي بغالي ان شاء الله ندير لايف اخر، اذا كانوا ناس اللي عندهم تساؤلات وجاوني ميساجات بزاف، نقدر ندير لايف اخر نشرح فيه حوايج اخرين بطبيعه الحال، من بعد ما نجمع شويه ديال المعلومات ونعرف شنو كاين في المستجدات ديال القرعه وديال ما يهم الحياه الامريكيه. وغادي ندير ان شاء الله واحد اللايف اخر ضروري عما قريب، يقدر يكون ان شاء الله السبت الجاي ولا الحد، ولا يقدر يكون حتى غدا، حتى غدا ما خدامش ان شاء الله، يعني الا كانوا الناس كيتسائلوا راه غادي نخلي اللايف هنايا. المهم هذا ما كان بخصوص اليوم، والله يعاونكم والله ييسر لجميع الناس اللي نجحوا في القرعه هذه السنه واللي غينجحوا ان شاء الله في السنه الجايه، وحد سعيد ان شاء الله للجميع.